هذا وقد عقد مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات الجمعية العامة 46 بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي. أكد من خلاله رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دواتي باتشيكو أن مملكة البحرين تستضيف أكثر من 140 وفدا برلمانيا لمناقشة أهم التحديات والقضايا التي تواجه العالم، مضيفا أن هذا المؤتمر يمتلك أهمية كبيرة نظرا لوجود ممثلين عن جميع البرلمانات من مختلف دول العالم ليتم مناقشة العديد من المواضيع المطروحة على أجندته. ومن خلال الاجتماعات المصاحبة له أكد أن الملف الرئيسي في هذا المؤتمر هو التعايش السلمي وتعزيز الديمقراطية، داعيا لتعزيز مشاركة المرأة في العمل السياسي، مؤكدا أن البرلمانيين يملكون الأدوات المناسبة لتسخيرها من أجل عالم ينعم بالسلام والتعايش، مضيفا أننا من خلال هذا التجمع الدولي ندافع عن حقوق الإنسان ومنها حقوق النساء في جميع أنحاء العالم، وندعو إلى تعزيز مشاركة الشباب بصورة أكبر في الحياة السياسية وأن يكونوا ممثلين في البرلمانات. ووجه رئيس الاتحاد البرلماني الدولي الشكر والتقدير إلى مملكة البحرين على هذا التنظيم والاستضافة، متمنيا الاجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي التوفيق والنجاح.